السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نور الدين في قناة نور إلكترونيك. اليوم كان التلفاز كرولور 32 وصائل الدين. التلفاز يعمل ولكن يوجد فيه مشكل في الصورة. الصوت يعمل ولكن الصورة لا توجد الصورة، ولكن هناك مشكل في الإضاءة فقط. الصورة تظهر ولكن ضعيفة جدا، يعني المشكل في الباك لايت. كما تشاهدون التلفاز، كما تشاهدون هذا هو اسم التلفاز كرولر، يظهر ولكن ضعيف جدا، يعني الإضاءة قليلة جدا. في الغالب العطب يوجد في الباك لايت، الأضواء الخلفية لا تعمل. سوف أبدأ بفتح هذا التلفاز إن شاء الله، وسأريكم طريقة كيف يتم إصلاح مثل هذا العطب في هذه الشاشة إن شاء الله. هذا هو الموديل ديال التلفاز. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. كما تشاهدون يوجد فيه فقط مادر بورد واحدة، يعني كارت مير واحدة. أول شيء إن شاء الله سوف نقيس الفولتية ديال الباك لايت، هل هي تعمل جيدا ام لا. يعني المشكل يوجد في غالب التلفاز، يوجد في الباك لايت. ولكن اول شيء نقيسه هو هل هي الفولتية ديال الليدات موجودة ام لا توجد. الآن سأقيس هذه الفولتية ديال هذا الباك لايت، إن شاء الله سأريكم هل هي تعمل جيدا أم لا. سأبدأ بتشغيله الآن إن شاء الله. كما ترون الفولتية موجودة، 100 فولت موجودة. وعندما لا تعمل الباك لايت تلزي الفولتية كما تشاهدون. يعني العطب موجود في الباك لايت. سوف نبدأ إن شاء الله بفتح هذه الشاشة إن شاء الله. كما تشاهدون هذا التلفاز يوجد فيه التايكون، ولكن هذا التايكون موجود في أسفل الشاشة، ولكن المشكل هو أنه ملتصق مع البالين، يعني لا يمكن أن تنزع هذا التيكون على البالين. يعني يجب أن تنزع التيكون مع البالين بجوج، يعني هذا فيه مشكل خطير جدا. يعني الإنسان يكون حذر إلى بغى يحيد هذا التيكون. هذا أول شيء يحيد التيكون هو الأول، يحيد لي هذاك الكولا اللي شداه. سوف أستعمل الهوت اير أو الإرشو حتى أنزع هذا التيكون، ولكن سوف أستعمل هذا الإرشو بحرارة ضعيفة جدا، ليست قوية. حتى أسخن الكولا أو السكوتش اللي شدد التيكون إن شاء الله، سوف أنزعه إن شاء الله. سترون كل شيء. لا يزال ملتصق. سوف أنزعه الآن إن شاء الله. لقد تم نزع هذا التيكون. كما تشاهدون يوجد فيه الشريط اللاصق من الأسفل. سوف أنزعه الآن كما تشاهدون.
صراحة هذه هي الطريقة الجيدة لكيف يتم إصلاح هذا المشكل. الآن سوف أرجع إلى مكاني وسوف نبدأ بفتح الشاشة إن شاء الله. الآن إن شاء الله أبدأ بنزع هذا الغطاء الأمامي الموجود فوق الشاشة كما ترون كما تشاهدون. هذا الغطاء لا يوجد لديه لا فيسات لا والو، سهل جدا. الآن إن شاء الله سوف ننزع هذا الشريط اللاصق الموجود فوق البالين كما تشاهدون. الآن سوف أبدأ برفع هذا البالين ومع التيكون مجموعين كما تشاهدون. عليك أن تكون حذرا في رفع هذا البالين ومع التيكون لأن يوجد هناك كف واحد وهذا يشكل خطر على هذا البالين كما تشاهدون. هذه الطريقة التي أستعملها دائما لرفع البالين. هادو هما المسطرات ديال اليدات لهذا التلفاز، يوجد فيها فقط مسطرتان لهذا التلفاز. هذا هو شكل المسطرات لهذا التلفاز. الإشارة فقط هذا المسطر تعمل ب 600 فولت لليد الواحدة. هذا هما معروفين هاد المسطرات ديال الليدات، هادو كيكونو بزاف في كرولور وكيكونو في فيزيون وكيكونو في شحال من موديل ديال التلفاز. سوف نبدأ بقياس هاد المسطرات إن شاء الله.
كما ترون هذه تعمل ب 35 فولت، يعني هذه المسطرة جيدة تعمل. تعمل 35 فولت باش كيخدمو هاد المسطرات. كما تشاهدون يوجد عطب في هذه المسطرة الأخرى، تشتعل وتنطفئ. سوف أبدأ بنزع هذه المسطرات، لأن الحل الوحيد لإصلاح هذه الشاشة هي تغيير جميع المسطرات بجوج لهذه التلفاز، لأن المشكل في هذه المسطرات ليست جيدة، لا تدوم طويلا، يجب أن أنزع كلها. ولا توجد عندي هذه المسطرة، سوف أستعمل مسطرة أخرى إن شاء الله. هذا هو الموديل الذي أستعمله دائما في هذا معروفين المسطرات ديال فيستيل، هادو مزيانين، كيخدمو مزيان، أحسن من هاد المسطرات العادية. أنا أفضل دائما أن أستعمل هذه المسطرات ديال شارب، توشيبا، فيستيل، فيسكو، هادو معروفين مزيانين، كيخدمو أحسن. كما تشاهدون وضعت لهم هذا الشريط اللاصق لهذه المسطرة لأنه جيد، يمكن من لصق هذه المسطرة في مع هذا القصدير ديال التلفاز. على أضع هذه المسطرات في نفس المسار ديال المسطرات القديمة ونفس البلاصة ديال دوك المسطرات القديمة، دوك الليدات. لأن هذه المسطرات نفس الفولتيات باش كيخدمو دوك المسطرات ديال الكرولر، يعني كيخدمو بدك 34 فولت، 34 فولت، 35 ولا 35 فولت، نفس الفولت، غير هادو فيهم 11 بولة وكيخدمو 3 فولت، الآخرين فيهم 6 فولت وكيخدمو فيهم 6 البولات، 6 ديال الليدات، يعني نفس الفولتاج باش كتخدم هاد التلفاز. الإشارة فقط كانوا موجودين هاد الإنسترات ديال كرولر، ولكن حاليا لا يوجدون، لأن كما تعرفون يوجد هناك مشكل في الصين ولا لا توجد السلع، هذه القطع ديال الإلكترونيات مقطوعة حاليا. الحل الوحيد باش نتفادى هاد المشكل ديال الباكري كنستعملو هادو ديال توشيبا، هادو ولا ديال فيستيل، أحسن من هادوك لي سي فولت، لأن هادوك لي سي فولت دغيا كيكون فيه مشكل. سوف أستعمل هذه الأسلاك كما تشاهدون، وسوف أجمع هذه الليدات على التوالي كما تشاهدون، لأن 35 فولت إذا جمعتها مع 35 فولت كتعطيك 70 فولت تقريبا، يعني نفس الفولتية ديال دوك الباكلايت العاديين اللي حيدت فيها.
الآن سوف أجربها. الآن إن شاء الله سوف أريكم إضاءة هذه الليدات إن شاء الله. قد انتهيت من تركيب تلك الأسلاك. هلا كما تشاهدون الآن الليدات تعمل جيدا. الحمد لله كل شيء جيد. سوف أركب الغطاء البلاستيكي كما تشاهدون. هذا الغطاء اللي كيكون فوق الليدات. هذا الغطاء سوف أبدأ بثقب مكان الليدات حتى تخرج الإضاءة جيدة كما تشاهدون. سوف أستعمل هذه المكواة أو الكاوية. سوف أستعملها في قطع هذه. سوف أبدأ بثقب مكان هذه الليدات كما تشاهدون. كلهم سوف أبدأ بنفس الطريقة ديال هذه الليدة الأولى. حتى يخرج الضوء جيد كما تشاهدون. الليدات ديال فيستين أحسن من الليدات العاديين، يعطيون الضوء جيد. قد انتهيت من قطعة البلاستيك. الآن سوف أرجع الأوراق البلاستيكية البيضاء. سوف أرجع إلى مكانها كما تشاهدون.
الغطاء البلاستيكي الآخر هو أيضا سوف نرجع إلى مكانه. سوف نرجع البالين، هذا هو المشكل اللي كيكون بزاف. البالين خاص تكون حذر جدا في تركيب هذا البالين الى مكان جيد. شاهدوا كيف اركب هذا البالين في مكانه بطريقة جيدة. انا لا احمل هذا البالين من الوسط او كما يفعل الاخرون، ارفعه عموديا كما تشاهدون. كاين هذه الكفة الجانبية، هي أيضا يجب أن ترجعها إلى مكانها، تدخل إلى الداخل كما تشاهدون. إذا تركت هذه الكفة خارج على الخارج سوف تركب الغطاء الأفقي، سوف يكسر هذه الكفة، فيجب أن تدخل هذه الكفة إلى الداخل كما تشاهدون. هذا هو الحل الجيد لتركيب هذا البالين. هذا هو الغطاء الأخير في هذه الشاشة كما تشاهدون. الحمد لله تم تركيب الغطاء. الآن إن شاء الله سوف نبدأ بتجربة هذه الشاشة إن شاء الله. الآن سوف أركب لها هذا الكابل آتش دي إم حتى تروا الصورة إن شاء الله.
صافي ان شاء الله. دابا راه ركبت هذا الفيسات ديال التلفاز، سأريكم الصورة من بعد ما تم اصلاح المشكل ديال الباك لايت. كما تشاهدون اصبح اللوغو ديال كورولا يظهر جيدا. كما تشاهدون سأركب لها الصورة، هذا أركب لها كابل اتش دي ام اي. كما تشاهدون الصورة أصبحت جيدة الحمد لله، تم إصلاح التلفاز 100%. شكرا لكم على المشاهدة، لمن أراد أن يشترك في القناة فليشترك حتى يسمع دائما الجديد في قناة نور إلكترونيك، ودير لايك للفيديو إذا أعجبك الفيديو. وشكرا لكم على مشاهدة هذه القناة، قناة نور إلكترونيك. السلام عليكم ورحمة الله.